برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت كلية المجتمع بتخريج كوكبة جديدة من شباب قطر ممن يستعد للانتقال إلى مرحلة أخرى من حياته. الحفل الذي شمل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة دبلوم الآداب والعلوم والدفعة الأولى من طلبة دبلوم الإدارة العامة حضره كل من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي. يسرني في البداية أن أشكر القائمين على إدارة كلية المجتمع على دعوتهم الكريمة لنا لحضور حفل تخريج الدفعة الخامسة لكلية المجتمع وإلقاء هذه الكلمة. إن من أهم التحديات التي يفرضها القرن الحالي تبدو بوجه خاص في توفير رأس المال الفكري من خلال إعداد الكوادر الوطنية القادرة على اكتساب المعرفة وتوفيرها وتطويرها وتجديدها بصورة مستمرة، وإعداد أفراد قادرين على تطبيق العلوم المستحدثة والتكنولوجيا المتطورة بخبرات ومواهب ومهارات معرفية متجددة. إن قوة الشعوب باتت تقاس بقدراتها العلمية أولاً، ثم تأتي بعدها عوامل أخرى، فالأمم والشعوب إنما ترتقي بعوامل التغيير التي تنسجم مع المتطلبات الزمن. الحمد لله رب العالمين، اليوم أتممنا 3 سنوات وتخرجنا بشهادة دبلوم العلوم الجمركية. 3 سنوات كانت صعبة وسهلة، وكانت مرت علينا مراحل كثيرة في هذه 3 سنوات، بس الحمد لله رب العالمين. أول شيء أحب أبارك حق أخواني الخريجين والخريجات، وطبعاً أكيد شعور الخريج لا يوصف. وتخصصي طبعا دبلوم الإدارة، دبلوم الآداب المشارك. إن شاء الله عن تفكير إن شاء الله أني أكمل بكالوريوس إن شاء الله في كلية المجتمع. كل وراء نجاح تعب، والحمد لله يعني تعبنا واجتهدنا ولله الحمد، يعني نلنا شيء اللي نبي، وإن شاء الله نكمل مسيرتنا إن شاء الله إلى البكالوريوس والماستر والدكتوراه إن شاء الله. وجدير بالذكر أن الكلية بدأت تنفيذ خطط وسياسات لتنفيذ برنامج عمل جديد يلبي احتياجات الطلاب وسوق العمل، فقد بدأت في توفير برامج بكالوريوس في عدة تخصصات منها الهندسة التكنولوجية، مما سينهض بدور الكلية تجاه المجتمع ويلبي احتياجاته. انضمت شركة طيران أطلس جلوبال إلى 3 شركات تسير رحلات بين قطر وتركيا، حيث يحظى المسافرون موسم الصيف الحالي بفرص الاختيار المتنوعة بين شركات الطيران التي تسير رحلات منظمة إلى اسطنبول. أطلس جلوبال اختارت أن تحتفل بذكرى تأسيسها 15 بإطلاق رحلات جديدة بين الدوحة واسطنبول اعتباراً من مطلع يوليو القادم. أطلس جلوبال هي الخطوط الرابعة اللي راح تكون بين مطار حمد الدولي ومطار أتاتورك، فاليوم كان حفل التدشين والإعلان عن هذه الخطوط رسمياً وتعريف الجمهور الكريم وممثلي مكاتب السفريات هذه الانطلاقة اللي نتمنى إن شاء الله داعمة للعلاقات القوية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، واللي أساس هذه العلاقة والداعم الرئيسي لها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وأخي فخامة الرئيس الطيب رجب أردوغان. احنا نتمنى إن شاء الله نكون إضافة لرؤية قطر 2030 في مجال السياحة، في مجال الصناعة، في مجال ربط العلاقات سواء كان على المستوى الرسمي أو المستوى الشعبي بين دولة قطر وجمهورية تركيا وغيرها من دول العالم. يشار إلى أن اسطنبول ستصبح المدينة الوحيدة التي ترتبط ب4 شركات طيران مع قطر، وهي الخطوط الجوية القطرية والخطوط التركية وطيران أطلس وطيران بيجاسوس
وسوف تطرح جميع هذه الشركات أسعارا تنافسية خلال الصيف للاستئثار بنصيب كبير من المسافرين بأسعار تنافسية.